واحد بيقول ما هو مصير وحال المنتقلين من الحياة الأرضية إلى الراحة الأبدية؟ هل هم فرحين أم هم حزام؟ إن كانوا انتقلوا إلى الراحة الأبدية يبقى طبعا فرحين، مش عايزة كلام. لكن إن كانوا منتقلوش للراحة يبقى بتتعبهم عدم الراحة. أم هم في حالة عدم مبالاة بما حولهم؟ تقصدي حولهم مين يعني؟ اللي في السماء ولا اللي في الأرض؟ ما نقولش ليسوا في حالة عدم مبالاة بما حولهم في السماء، لأن الناس اللي في السماء كلهم كويسين. أما على الأرض فربنا لا يكشف للناس كل حالات الذين على الأرض، لأنهم في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد كما نقول في الصلوات الكنيسة. فمش عايزين إن ربنا يعرفهم أخبار التعب اللي على الأرض عشان يتنكدوا ويحزنوا، هم في موضع هربوا من الحزن والتنهد. وهل هم يشعرون بإهمالهم حتى عايز الدين الموتى؟ ده انتوا صعبين خالص. هيصفوا الموتى بعدم المبالاة وبالإهمال؟ كفاية أخطاء الأحياء.